التقرير دلوقتي عدوا لينا زميلنا عبد الله منتصر اللي بحييه جدا الحقيقه على الفكره كمان اللي تقدم بيها. عبد الله كان عايز يعرف هو احنا ليه في مصر عندنا اسامي قرى واسامي يعني مدن احيانا غريبه جدا، يعني غريبه لدرجه ان في منها حضرتك ما تقدرش تقوله كده على الهوا مثلا، يعني طب والناس ساكته ليه؟ طب ومش من قله الاسامي؟ وبعدين فقلنا له طب يا عبد الله الفكره حلوه جدا يعني الحقيقه، وحتى اخترنا اسم للتقرير، بشكر زملائي اللي اختاروا لي الاسم اصلها وفصلها، عايزين نعرف اسم الـ اصلها وفصلها. شكرا زميلنا العزيز محمد عباس، وشكرا على الجندي المجهول اللي ادانا فكره الاسم كمان. اصلها وفصلها عايزين نعرف هي القريه دي او المدينه دي او الزاويه دي او المنطقه دي اتسمت كده ليه؟ ايه اصل التسميه وايه فصله بالظبط؟ بدانا الحقيقه بالجربوعه. جربوعه، خليني بس الاول اقول حاجه، ده ان شاء الله باذن الله هيكون تقرير اسبوعي معانا، كل اسبوع زميلنا عبد الله متحمس جدا انه ينزل يشوف اسم قريه او مدينه في اي مكان في مصر اسمه يبقى غريب شويه، غريب يعني عننا وعن كلامنا، ويسال الناس هناك ويعرف اصل الاسم ده ايه. لكن عمرنا ما بنقصد من التقرير ده لا السخريه لا سمح الله ولا التريقه ولا اي حاجه، بالعكس كل الاحترام. وفي ناس بتبقى اسامي قراها غريبه شويتين ثلاثه بس هم بيكونوا حابين الاسم ده ومقتنعين بيه ومش عايزين يغيروه، بس في المقابل في ناس كتيره عندها اسامي قرى الحقيقه صعبه شويه. يعني الجربوعه ده اسم قريه وهي تابعه لزاويه غزال مركز دمنهور محافظه البحيره. وبعدين لما يعني كلمني زميلي عبد الله منتصر وبنتكلم على اسم القريه فانا بقول له ده بجد بجد والله في قريه اسمها كده، قال لي اه والله، واتكلمت مع الاهالي كمان وعرف، هو اتكلم مع الاهالي وعرف سبب التسميه ايه، وقال لك ده كان في خواجه كان اسمه ايه ليفي، جان ليفي مش عارف جاك ليفي، موجوده في التقرير جان ليكي ليفي خواجه، بيقول لك ده غالبا فرنساوي، يعني مش عارفه فرنساوي ازاي، وجربوعه اسم الفاميلي نيم، فدي غريبه شويه الحقيقه. هل الناس مبسوطه من الاسامي دي من الاسم ده مثلا على سبيل المثال اللي احنا بدانا بيه؟ هل الناس متضايقه؟ طب ما احنا ممكن على فكره يعني واحنا بنتكلم على الاحياء بقى وبنتكلم على نظره جديده للاحياء في بعض القرى كده ممكن نفكر نغيرها، يعني تيالي جربوعه ممكن تتغير اعتقد يعني، بس كل واحد حر في زاويته وقريته. تابع معا تقرير زميلنا العزيز عبد الله منتصر في اولى سلسله فصل يعني احكيها واصلها وفصلها ايه، ونرجع مباشره ان شاء الله بعد هذا التقرير نتحدث عن الشان العربي والملفات العربيه وابرز ما يشغل دائره جامعه الدول العربيه، وهذا الحوار الخاص مع اللواء محمود خليفه المستشار العسكري لامين عام جامعه الدول العربيه بعد هذا التقرير. بالطبع داخل جمهورية مصر العربية في أسماء كتيرة قوي للمدن أو المراكز غريبة. نزلنا النهاردة محافظة البحيرة قرية الجربوعة، هنعرف من أحد الأهالي ليه سموها باسم الجربوعة. هي سميت باسم جربوعة لأن صاحب الملك صاحب القرية اسمه صبحي جربوعة. طب السبب الاسم ده ما بيسبب لكوش مشاكل؟ لا سبب مشاكل كتير بالنسبة للمدارس وللناس والحاله النفسيه بتاعت الناس، اي واحد يتكلم يقول لك ده انت جربوع. هي موجوده من ايام الرئيس جمال عبد الناصر وبدايه وجودها، يعني بيقولوا في خواجه كان صاحب الملك هنا وكان اسمه صبحي جربوعه، وبناء عليه سمت الاسم وطلع على الاسم وسبت على كده. عمر البلد دي قد ايه؟ من كام سنه؟ لا من سنين، ده من ايام الناس الكبيره ديت، يعني الناس الكبيره دي عندها بتاع 60 سنه 70 سنه ومن ايام جدودهم ومن قبلهم كمان. أنا أصغر واحد في عيالي عن 30 سنة، يعني من زمان أنا جاية هنا. أنا لقيتها الاسم دي جربوعة كده. أنا عندي 71 سنة. العزبة دي كانت فئة الملاك. في جنب منهم الوكيل وفي جنب كان بتاع واحد خواجة اسمه جربوعة. واتسمت على اسمه؟ واتسمت القرية على اسمه. لأن الوكيل كان قاعد على القرية على البحر، ولما جت المحطة قسمت خدت ارض الوكيل فتمت كلها على اسم جربوعه. انا اتولدت لقيتها كده. وعندك كم سنه؟ انا عندي 21 سنه. والله احنا طلعنا جوا اسم جربوعه. وانت عندك كم سنه؟ مفيش، احنا عندنا 8 سنين، عندنا 55 سنه.
يعني هي من قبل 55 سنه وهي باسم الاسم ده من زمان. لكن ما تعرفش هي اتسمت كده ليه؟ لا والله يا ريت يتغير، يا ريت يتغير، كلنا عايزينه يتغير. تفرق معاك؟ لا ما تفرقش كتير، بس بالنسبه للاجيال الصغيره اللي طالعه ده بتفرق مع الشباب الصغير اللي طالع ده. من عمر البلد احنا طلعنا لقيناها اسمها جربوع وما تعيبناش في حاجه. وعندك كم سنه؟ انا عندي 67 سنه. يعني هي يعتبر من قبل 67 سنه؟ اه، ومن جدودنا كمان. ساكن هنا انا باني بقالي حوالي داخلين في سنتين ثلاثه، بس الاسم مش عاجبني بصراحه. في ناس بتطلب تغيره، انت منهم؟ يا ريت والله بصراحه. هتستفيد ايه؟ يعني الاسم مش عاجبني، الاسم حضرتك مش عاجبني. اي حد راح فين؟ راح جربوعه، جاي منين؟ جاي من جربوعه. يا حضرتك جربوعه دي يعني والخواجه يعني خلاص زي الدنيا اسمه جربوعه. في 100 اسم يعني حضرتك.